لا ارسلوا. واعتزاز ليوم معاني هذه الذكرى المجيدة
بأن يرفعوا إلى مقامكم العالي بلا أسماء آيات ولا إيم وإخلاصهم، مؤكدين تعلقهم بأهداف العرش العلوي المجيد وتجنبهم الدائم وراء جلالتكم للدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية. وإن أوصلت المقاومة وجيشتنا لتعتز بما تحقق في عهدكم الزاهر من منجزات عظيمة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتشيد بمواقفكم السديدة من أجل صيانة الوحدة الترابية للبلاد وترسيخ قيم الحق والقانون والتضامن والتكافل بين جميع فئات الشعب المغربي المتزانية في محبتكم، وتحقيق الإشعاع الإقليمي والدولي لهذا البلد الأمين. رحم الله شهداءنا الأبرار، شهداء الحرية والاستقلال والوحدة الترابية، وفي مقدمتهم جلالة المغفور لمحمد الخامس طيب الله ثراه، ورفيقه في الكفاح والمنفى جلالة المغفور الحسن الثاني قدس الله روحه، وحفظ بما حفظ به الذكر الحكيم مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محبوب مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب، والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. قديم الأعداد الشريفة نائب الجاوي المندوبي السامي لخدماء المقاومين وأعضاء جيش تبرير إمضاء أحمد أسلام. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.